السلام عليكم، انا سميتي رادي نعمه، كنقرا في الاقسام التحضيريه للمدارس العليا للمهندسين في ثانويه عمر بن عبد العزيز في وجده. حنا هذا اللقاء قبل ما يكون لقاء تربوي هو واحد اللقاء توجيهي، حيت التلاميذ فاش كيشوفونا حنا كيقدروا ياخذوا واحد الصوره على المستقبل ديالهم، على كيفاش يقدروا شنو خصهم يديروا باش يوليوا مثلا مهندسين ولا اطباء ولا يعني هذا الهدف. هذا النشاط عنده هدف توجيهي بالدرجه الاولى، حيت بزاف ديال التلاميذ كيكونوا ما عندهمش واحد الفكره على كيفاش يقدروا يوليو بحال مهندسين او الاطباء او داكشي اللي هم باغيين. فاش كيشوفونا كيكون عندهم واحد الفكره على شنو خصهم يديروا، وهو واحد النشاط اللي كيعاوننا حنايا قبل ما كيعاونهم هما، حيت حتى دوك المعارف ديالنا كنشوفوا واش عندنا شي بيداغوجيا باش نقدروا نوصلوها لهم، يعني شحال ما قدرنا نوصلوا لهم المعلومه شحال ما كتبين باللي حنا فاهمينها مزيان، وحتى هما كيستافدوا وحتى حنا كنستافدوا على المستوى الشخصي. وكنظن بلي هذا النشاط مهم حيت يقدر يغير الحياه ديال هاد التلاميذ، حتى هما يوليو يشوفونا كالهام، وحتى هما مثلا يقدروا ما يكونش عندهم هدف ويولي عندهم واحد الهدف، ويقدر يحدث واحد التغيير في المسار ديالهم الدراسي، وحتى هما يكون عندهم واحد الدافع باش يكملوا قرايتهم ويوليو داكشي اللي راه مهم. من جمعيه مبادره للتنميه المستدامه والسياحه بزيو، اولا كنشكروا مؤسسه عمر بن عبد العزيز ودار العلوم اللي جات بواحد يعني بواحد القافله علميه اللي الان كتشتغل مع التلاميذ. تقريبا 160 تلميذ غادي كيستافدوا الان من هاد يعني من هاد الحمله وهاد الضوء، الحمله التثقيفيه والتربويه اللي عطات واحد يعني واحد الصدى كبير داخل هاد المؤسسه. وكنتمنى ان مثل هذه المبادرات يكونوا يعني يتكرروا في هذه المؤسسه التعليميه، وحنا غادي نحاول ما امكن نديروا واحد، نحاول مع هذه المؤسسه نعموا هذه العمليه في جميع المؤسسات. ونشكروا زيو سيتي، وكنشكروا ايضا هذه المؤسسه اللي يعني جات بعد يعني بواحد الشكل يعني تطوعي، كاين طلبه مهندسين اطباء كلهم جاوا هنايا باش كيتطوعوا من اجل يعني باش يستافدوا هاد التلاميذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اذا كنرحبوا بهذه الجمعيه التي اتتنا من مدينه وجده، جمعيه التابعه لمؤسسه عمر بن عبد العزيز الثانويه التقنيه. هاد الاخوان اللي جانا من مدينه وجده بطبيعه الحال يعني اخوان، كنشكرهم جزيل الشكر، وكنتمنوا ان هذه المناسبه تتكرر على طول العام في جميع الثانويات. علاش؟ لانها كتحفز التلاميذ بطبيعه الحال على الجد والاجتهاد وعلى معرفه تقنيات علميه اخرى، كتحفزهم كذلك على الرقي بمستواهم المعرفي. وطبيعة الحال هذه المبادرة أتتنا من جمعية من مدينة زيو، وهذه الجمعية مشكورة كذلك على هذه المبادرة التي اختارت من خلالها مؤسستنا مؤسسة علي الفاسي وهي الأقدم في هذه البلدة. شكرا جزيلا للجميع على هذه المبادرة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر هذه المبادرات وفرص أخرى إن شاء الله في هذه المؤسسة. في إطار البرنامج السنوي المستطر بين جمعية أباء وأولياء تلاميذ إعدادية على الفاسي جوج ومؤسسة الإعدادية، وتفعيلا للبرنامج ذاته اليوم وبشراكة بين جمعية الأباء ومؤسسة عمر بوجدة وجمعية مبادرة التنمية المستدامة بزيو، استقطبنا اليوم نخبة من خيرة الطلبة المهندسين والأطباء والأساتذة المشرفين من أجل إنجاز عمل علمي هو عمل جبار قامت به الفريق الذي سبق الإشارة إليه، واستهدف 150 تلميذ وتلميذة هم التلاميذ المجدين الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة من طرف الأساتذة المشرفين عليهم في مرحلة أولى في انتظار تعميم الفائدة على باقي التلاميذ المؤسسة، وذلك دائما مع هذه المؤسسة التي لنا معها شراكة. وقد تم همت العروض اليوم المجموعة الشمسية، الفضاء، النجوم، وقد استفاد أبناؤنا التلاميذ
غاية الاستفادة، ونحن فرحين بهذا العمل الجبار ومستعدين لأن نقيم على هذه المؤسسة مجموعة من الأعمال الأخرى التي نتمنى أن تكون الإفادة عامة بالنسبة لباقي التلاميذ، وهذا ما أعدهم كرئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ بهذه المؤسسة. وشكرا لزيو، وشكرا للمؤسسة سالفة الذكر والإخوان في جمعية مبادرة التنمية، هذه الجمعية التي نعتبرها حقيقة شخصيا أعتبرها إحدى الجمعيات الهامة والرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، ونتمنى لباقي جمعية الآباء وفي درجة جمعية الآباء أن تنحو نحونا من أجل الإقلاع بعمل جبار يستفيد منها عامة التلاميذ. معكم وداد برزة، خريجة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وعضو في جمعية مؤسسة عمر بن عبد العزيز بوجدة، المقر ديالها في دار العلوم الجهة الشرقية. دونك حنايا اليوم في مدينة زيو بناء على طلب ديال مؤسسة علال الفاسي الإعدادية، وكنضموا هنايا واحد القافلة علمية اللي الهدف ديالها هو تبسيط العلوم. دونك حنايا في هذه الجمعية ديالنا بدينا في 2008، وكان الهدف الأساسي هو تبني تلاميذ ديال الأقسام التحضيرية ونعاونهم في سواء من ناحية المادية أو من ناحية المعنوية، ومن بعد طورات الاكتيفيتي او طورات الانشطه اللي كنظمهم هاد الجمعيه، وبدينا كنظموا مهرجان العلوم وداروا بزاف ديال النسخ من هاد المهرجان هذا في الاشهر الجايه ان شاء الله غتكون النسخه السابعه من مهرجان العلوم، اللي هو واحد المهرجان الهدف ديالو هو تبسيط العلوم وتوصيلها للناس بصفه عامه والوليدات الصغار بصفه خاصه بواحد الطريقه اللي مسليه وممتعه. فوالا دونك حنايا جينا اليوم في اطار هذه القافله العلميه المنظمه من طرف جمعيه مؤسسه عمر بن عبد العزيز ودار العلوم بالجهه الشرقيه، واللي كما قلت العنوان ديالها هو علم الفلك او النظام الشمسي بصفه خاصه. وهذه القافله هذه كتكون من مجموعه ديال المنظمين اللي الاغلبيه ديالهم تعتبروا تلاميذ سواء في التعليم العالي سواء في الجامعه او في الاقسام التحضيريه، ومتكونه مجموعه ديال الورشات اللي كتمثل كواكب النظام الشمسي بالاضافه الى الشمس والقمر. وهذه الورشات الهدف ديالها هو تقريب واحد المعلومات علميه على هذا النظام الشمسي من التلاميذ، ونبسطوا لهم هذه المعلومات هذه ونحاولوا اننا نوصلها لهم بواحد الطريقه اللي يتقبلوها مزيان وتبقى لهم في الذاكره ديالهم. فوالا دونك هاد القافله هذه او هاد المحتوى ديال القافله اللي جبناه اليوم هو نورمالمون كان معرض في دار العلوم، وتبتدى هذا المعرض هذا في افريل الماضي يعني افريل 2016، و بقى واحد المده ديال 3 شهور في دار العلوم. من بعد قلنا خاصو يتنقل ويمشي للمؤسسات العموميه بفاصون انه الكل يستفد منه. ودابا المعرض اللي كاين في دار العلوم من غير هاد علم الفلك تبدل ولا واحد المعرض اخر ديال علم النانو او لا تكنولوجيا النانو، واللي غادي يستمر حتى هو واحد شهرين ولا 3 شهور على حسب باش يستفيد منه اكبر عدد ممكن، وحتى من بعد عاوتاني يبقى هو ينتقل في اطار قوافل علميه للمؤسسات التربويه داخل او خارج مدينه وجده يعني بصفه عامه في الجهه الشرقيه. المستوى ثالثه اعدادي، كنقرا في اعداديه صبرا. استفدنا من خلال هذه الورشه ان كاين بزاف ديال الكواكب والترتيب ديالهم، كما استفدنا الخاصيه ديال كل كوكب اللي كتميزو على الكوكب الاخر، وكيفاش قدروا يكتشفوا الكواكب وشنو هي الميزه ديال النجوم والابراج. انا طالبه في السنه الرابعه بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، وعضوه في جمعيه عمر بن عبد العزيز ودار العلوم خاصه. كيف ما كانت قالت اختي وداد باللي القوافل العلميه هما نشاط من بين يعني هدف من بين الاهداف اللي جات لهم دار العلوم، والمحتوى ديال هاد القوافل العلميه كيكونوا منتوجات صنع دار العلوم
وعليها الطلبه اللي كيتوافدوا على الورشات اللي داخل دار العلوم، واللي كيخدموا هما نفسهم على المعارض ديال دار العلوم. هاد القوافل العلميه كتحرك في المناطق النائيه المجاوره لمدينه وجده ولا في المغرب على العموم. والهدف الاساسي ديال هاد التحرك هو نقل هذوك المنتوجات اللي كيجيو يشوفوهم التلاميذ ديال المدارس العموميه اللي في مدينه وجده، يعني نقل هذه المنتوجات للتلاميذ اللي ما كتتحلهمش الفرصه انهم يجيو يزوروا دار العلوم ولا يجيو يشوفوا مهرجان العلوم. وحنايا هذا النهار في زايو، وقبل كنا في كي، كنا في جراده، كنا في واد الحمار، كنا في بركان وفي مناطق اخرى، وان شاء الله نبغيو نزوروا مناطق اخرى في المستقبل. كنقرا في اولى سبعة على الفاسي جوج مدينه زايو. علمونا هذا النهار بزاف د الحوايج اللي ما كناش كنعرفوهم سابقا، منها الكواكب عامه على عين الفلك، وشنو الخاصيات ديالها، المميزات ديالها، سواء كانوا الاجزاء الانواع ديالها، كواكب صخريه والغازيه، وشنو كتعني. ودرنا واحد التجارب بينا باللي الاسباب باش كانت طبقات، باش نتكونوا الطبقات ديال هذا الكوكب، وتعلمنا بزاف الحوايج. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معاد ورمشي، طالب في كليه الطب السنه الخامسه، وعضو في مؤسسه عمر بن عبد العزيز. مؤسسه عمر بن عبد العزيز هي اللي كدير مهرجان العلوم اللي سمعتو قبل بهذا المهرجان. هذا المهرجان رحنا واصلين في الدوره السابعه ديالو ان شاء الله. اللي هذا المهرجان كان مقبل عباره عن ايام اللي كتكون فيها مؤسسات، جامعات، جمعيات اللي كيمثلوا واحد المهرجان ديال العلوم. هذا المهرجان ديال العلوم كان يمثلوا فيه بعض لي زيسباس اللي كانوا مقسمين لاسباس انفون اللي هو وسط الطفل، كاين الاسباس بيبليك اللي كيكون للعموم والجميع، وكاين حتى كنا العام اللي داز زدنا الاسباس اللي هو دار العلوم. فبهذا كان عندنا الدوره السادسه هو اللي درناها في العام اللي داز، وان شاء الله العام الجاي غادي يكون المهرجان عباره عن كي نقولوا غادي يخرج للوسط. احنا كنا هذه شحال كنستقبلوا الزوار عندنا، احنا اللي كننظموا. الو هذا العام احنا كلفنا مدارس اللي هما مدارس في مدينه وجده، كاين مدرسه، كاين اعداديه، وكاين ثانويه، وهما اللي غادي يستقبلوا هذا المهرجان العلوم، هما اللي غادي يديروا له التنظيم ديالو. وحنا ما علينا غير لاننا نجيبوا الزوار انهم يجيو يزوروا هذا المهرجان. هذا المهرجان ان شاء الله غادي يكون شويه طويل بارابور العام اللي داز، لان العام اللي داز كنا نديرو غير ثلاث ايام. الو هذا العام غادي يكون فيه ثلاث اشهر اللي غادي يكون مقسم على ايام على اسابيع. هذا المهرجان غادي يكون في مدينه وجده خاصه، وغادي كما قلت لكم غادي يتمثل في مدرسه واعداديه وثانويه، وكذلك غادي حنا بغينا نخرجوا شويه للناس ديال البيبليك. ودرنا جوج ديال الحدائق، حديقه لالا عائشه مدينه وجده، وحديقه لالا مريم حتى هي في مدينه وجده ان شاء الله. الله ما علينا غير اننا نقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم في مهرجان العلوم للدورة السابعة، ونتمنى أنه يكون ينال الإعجاب ديال الزوار ديالنا، وشكرا.